رؤساء الجمعيات والأئمة والمقيم ساجد جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام هذه حاجة كبيرة أن يجتمع هذا العدد من المسلمين، وإن كان أغلبيتهم مغاربة مالكية، على تأسيس مؤسسة إسلامية جديدة تقوم بدور كبير في تأثير عمل المسلمين في هذه البلاد. ونحن كمسلمين في هذه البلاد انسحابية التعبير نعاني من مشاكل عويصة، من بينها هناك تفريط وإفراط كبير، هناك أغلبية المسلمين آلاف من المسلمين بعيدون عن المساكن. ظنوا عندما وصلوا إلى هذه البلاد أن الحضور إلى المساجد والصلوات الخمسة في المساجد ربما يقربهم من التطرف أو يتهمون من أغلبية المجتمع أنهم متطرفون أو متدينون متطرفون فابتعدوا عن المساجد. وهناك قلة من المسلمين دخلت المساجد وانعزلت عن المجتمع وتطرفت وأساءت إلى الإسلام وإلى المجتمع، وبالتالي نحن بين تفريط وإفراط كبير. وبالتالي أي جمعية مثل اتحاد المساجد المالكية عليها واجب كبير أن توزن هذا التفريط الكبير والإفراط، وأن تعيد للمسلمين دورهم الإيجابي المبني على أن ديننا هو دين الانفتاح. سبحان الله، استفدت أنا مرة من عالم مغربي حكمة عجيبة استفدت منها، قال الله سبحانه وتعالى من أول الرسالة قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمة للعالمين تدل على الانفتاح المطلق. المسلمون عندما ذهبوا إلى كل القارات لم ينعزلوا ويقولوا نحن أقلية ونحن مجموعة قليلة ونحن غير من المجتمع الأغلبية نحن موجودين فيه، إنما انفتحوا، قدموا لهم الخير والدين والأخلاق والقيم والتجارة. والغرب عندما أراد أن يقترح كلمة شبيهة لهذا قال العورمة. العالمية تدل على الانفتاح المطلق، والعورمة قال كلمة تدل على فعل فوعلة التي معناها الإكراه والغصب. فوعلة بمعنى شخص آخر ألزم المسكين الصغير لأن يكون متعولما يأكل يشرب البيبسي ويأكل كذا وكذا ويلبس الجنس بالقوة، عورم أصبح عورميا بالقوة ليس بالخيار وبالانفتاح. فبالتالي نحن واجبنا هذا، واجبنا في ديننا أن ننفتح على المجتمع وأن نقدم لهم كل ما لدينا من عمل ومن قيم ومن أخلاقيات إيمانية حتى لا يخاف منا المجتمع. فالأغلبية المجتمع الألماني غير المسلمين، وكثير منهم يتوجسون عن الإسلام خوفا، ونحن الواجب علينا أن نزيل عنهم هذا الخوف حتى يقبلوا وجود المسلمين بهذه الأعداد الكبيرة، وحتى لا يعرضونا عندما نريد أن نفتح مساجد وأن نفتح جمعيات إسلامية. وأهم شيء نحن يجب أن نتعاون هو التعاون فيما بين المسلمين. فذكر تفكيرنا وليس خطأ في ديننا أبدا. فالعلماء فالإسلام خاصة الإسلام السني ليس فيه أي عوائق تمنع التركية أو المغربية أن يتعاون مع غيره من بقية المذاهب السنية. نعم ربما شغل بعض الاختلافات في السراء وفي إلى آخره، لكن أنا أتذكر أول ما جئت إلى ألمانيا كنت في قرية صغيرة ولم أعرف أي إنسان عربي حتى صومالي، فبالصدفة وجدت مسجد صغير تركي ويصلي فيه أدراك حجاج، وجئت ودخلت فيه لتوجس بخوف شديد، هل هؤلاء يصبحوا شيعة أم مذهب آخر؟ هل يقبلوك أن تصلي معهم؟ والحمد لله كانت تجربة ناجحة جدا وجميلة. وبالتالي أيها الأخوة، أي إنسان مسلم سني سواء على أي مذهب كان ينبغي أن ينفتح على إخوانه المسلمين أولا، ثم أن ينفتح على بقية البشر حتى نقدم هذا الخير. فالإنسان الذي ينعزل عن المجتمعات ويختفي ويخاف في مسجده هو إنسان لا يفقه دينه، هو
هو إنسان لم يعرف أن الإنسان دين للبشرية كلها، رحمة للعالمين حتى للحيوانات وللحيوانات والطبيعة كلها تحتاج إلى ديننا.